إذن دكتورة صالحة، إذا أردنا إلقاء الضوء على أحد بحوثك، طيب بحث مفضل لديك وتحبين أن تشاركي طلابك بعض تجربتك معه في إنتاج هذا البحث وكيف كان رد الفعل عليه، ولكن بخلاف المشروع الأخير سنتحدث عنه. أوكي. طيب السؤال هبة، يعني ما يعني جوابي عن هذا السؤال؟ أنا سأعطيك الطلاب، يعني أنت تقصد يعني البحث المميز، نعم يعني اختيار هذا. أنا سأختار منشور في الكويت، وأنا سأختار منشور في الجزائر، وأنا سأختار منشور في مصر، ما شاء الله، هذا هو، والمنشور آخر في لندن، ما شاء الله. هذه الأربعة سأكون يعني هذا لي، وأما الباقي نعم بولن، هذا مصر، هذا كلها، لكن هذا أيضا يعني من أردن. هذه الموضوعات، يعني الفكرة تثمرني في الثقافة العربية أكثر والإسلامية الأكثر، وأما الثقافة الغربية فأين موقفها؟ هذا هو. أين موقفها من اللغة العربية؟ من اللغة العربية ومن الدولة، من الثقافة في الدولة الإسلامية. هذا جميع يوسع مداركك. هذا من أبحاثك. نعم جميل، صح. جميل. إذا دكتورة صالحة، هل يمكن أن تعطينا بعض التفصيلات عن بعض هذه الأبحاث؟ طيب أنا ممكن أعطيكم منشور في الكويت، عن في الكويت، حتى في الكويت يعني مقالتي كان في الأول، مستوى الأول، عن موقف المستشرق من اللغة العربية، غولزيهر المزجن، دراسة نقدية. هذه المقالة منشور في جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، فأنا أريد أن أشارك معكم خبرتي في هذا النشر. طيب أنا أرسلت هذا بدون معرفة من في الكويت، أنا لا أدري، يعني كأن بدون وعي يعني، فأنا أرسلت هذه المقالة، فرد هذا الأديتر رئيس التحرير، هيئة التحرير، فتأخذ وقت حول 6 أشهر، بس 6 أشهر. فخبرتي في هذا الكتابة، في واحد يعني الممتحن يريدني أن يرجع إلى كتاب سيبويه، محقق لدى عبد السلام حروم. فعندي كتاب سيبويه، محقق لدى إيميل بدي يعقوب. فلماذا هذا؟ أنا سألت نفسي. فحينما سألت بعض الأساتذة هنا، فأنا أعرف جوابه. لأن إيميل بدي يعقوب هو نصراني. حتى على هذا الحد. بمعنى قيم، فعلي أن أذهب إلى مكتبة، لأن عندي محقق لدائم البديل يعقوب، فأنا أذهب إلى المكتبة وأجلس ساعتين لأبحث هذا مكان من قول سيبوي في كتاب سيبوي، وأين صفحته. فالفرق بين الصفحة في إم البديل يعقوب والصفحة في كتاب عبد السلام حروم تحقيقا هذا 5 صفحات بس، أي بمعنى لو في 40 في كتاب محقق لدى الأمير يعقوب، في كتاب محقق لدى عبد السلام حروم 35، في صفحة 35 فقط، 5، ربما في إضافة لدى دكتور بروفيسور إيميل بديع يعقوب، هذا يعني زيادة جديدة.